وفي هذا السياق نظم الأزهر والكنيسة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية نظموا احتفالية خاصة لإدخال السعادة والبهجة على أطفال حرموا من الدفء الأسري. جاي النهاردة عشان أتبسط. وليد كغيره من أطفال كثيرين حرم من الدفء الأسري، ومن أجل وليد وآخرين مثله أرادت جهات عدة تنظيم يوم ترفيهي لهم يدخل عليهم السرور بمناسبة الاحتفال بعيد الحب. كلنا مجتمعين من جهات مختلفة علشان نقول لأولادنا دولت ان انتوا محل اهتمامنا، ان انتوا يعني احنا مش بعيد عنكم، ان احنا بنحبكم، وانتوا لازم تبقوا حاسين بهذا الامر، لازم تبقى عارفين ان انتوا مش لوحدكم، في ناس كتير جدا مسؤولة عنكم، في ناس كتير جدا بتهتم بيكم. الاحتفالية نظمها الأزهر والكنيسة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بهدف إسعاد أطفال حرمتهم ظروف الحياة من إطار اجتماعي طبيعي في رحاب أسرهم. الرسالة احنا عايزين نوصلها هو تأكيد انه المصريين بيحبوا بعض، وكل مصريين زي ما السيد الرئيس السيسي قال، كل مصريين، ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، ما فيش حد اسمه غني وفقير، ما فيش حد اسمه طفل وشيخ. كلنا محتاجين ان الاطفال دول ربنا يبارك فيك هم اولادنا وهم بناتنا، وانه زي ما اي انسان بيتمنى ويحب انه ابنه يبقى كويس، كذلك لابد ان هو يحب لجميع اطفال مصر وجميع اطفال العالم ان هم يبقوا كويسين ويبقوا حلوين محترمين معلمين. زي ما انا بحب لابني، ديننا بيعلمنا كده، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. استمر الحفل لما يزيد على 3 ساعات وسط غناء ورقص من الجميع حتى تم توزيع الهدايا في نهاية الحفل. رسالة حب وسلام هو ما تهدف اليه هذه الاحتفالية التي تتزامن هذا العام مع عيد الحب. مروة عبد العزيز، تلفزيون النهار.